الله يوفقكم انتم التنتين لتشوفي بيني وبين شاهر اه؟ ولك انتم ما بتخافوا الله؟ شبو شاهر؟ ليش مين جاب سيرتك وسيرة شاهر؟ ايوه معنى هالشغله فيها انه لو ما كان في شيء بينك وبين شاهر ما كنت تبليتينا بهالحكي. اسمعي ولي انا بخنقك وبحسب الله ما خلقك، لك ما بكفي الدنيا صارت سودا بوشي. لك صارت سودا وبينتي على حقيقتك. لك انا اشرف منكم من اللي خلفكم انت وياها ولي سامعه؟ ولي انت بدك تجيبي معدل اللي خلفونا بكي يا شرطه يا بنتك. انا مش شرطه، انا ما حدا غيرك ولك انت يا شرطه. لك انت ما عاد استحيتي. رح احط لك لقمه تاكلها تكبرني. طبخيني مجدرة. ما بحبها. طيب رح ساوي لك لقمه اول ما عاد. دخيلك يا ربي موت وريحني. انا ما عاد قادرة انا اعيش مع هالفاجرة. ما عاد تتراني. يقبر قلبي ان شاء الله على هالشبوبية. بحياتي ما انتبهت لحلاوته وشبوبيته غير هلأ. مرتاحي يا مرتاحي. جاي تقبرني. عاوز شي تقبرني؟ انا رايح عن جواد على البايكي. بلا ما تروح بلي. لا بدي روح، ما بدي اتركن حالي. ايه الله يكون معك ويعمي عنك ويسلم لنا اياك يا حق. يعطيك العافيه. يا رب حقق لي اللي ببالي. شو القصة يا ترى؟ معقولة في شي بينه وبين؟ استغفر الله العظيم يا رب بدخيلك. يا ترى اللي سويته اليوم غلط ولا صح؟ شو بده يقولوا الناس عني؟ حاطط عينه على حرمة ابن عمه وعم يستناه لحتى يموت مشان يتجوزها. يا باطل يا سواد وشك يا شاهر. اكو سعاد بكره اذا رجعت من اسطنبول ولقيتني متجوز شو بدها تقول عني؟ لا حول ولا قوه الا بالله. يعني بالمشرمحي كان في شيء بين عفاف وشاهر من ايام المرحوم جوزها بوقتها؟ اعوذ بالله لك اخي، اعوذ بالله. شو هالحكي اللي عم تحكي؟ عم تشك باختها؟ لك اخي جواد انا ما كان اجى ببالي هالفمضي كله. لولا مقعود الله يجزيها الخير هي نبهتني على هالشي. مقعود؟ يا حبيبي مقعود بحياتها لا طاقتها ولا حبتها لاختك عفاف، وهلا هي اختها ام دياب عم يعملوها معامله الكفار. لك جواد مقعود خايفه علينا وعلى سمعتنا. على كل هلا انا بدي روح اقررها لعفاف وبدها تطالع كل شي ببطنها وبدي انكت للخمير والفطير. اخي اختك اطهر من هيك. يا الله بيعلم انها كانت تعبد عبادي لصغري ابوها. بعدين نحن ما لازم نخلي الجنس مخلوق يجي معدل اختنا بالعاطل، لا ام قاعود ولا غيرها. واذا طلع هالحكي مزبوط؟ ساعتها انا بشوف شغلي معها ومع شاهر وبخلص عليهم هن الاثنين وبريحكم منه. ايه؟ شو علي؟ اخي بحياه روح امك وابوك تحت التراب سايرها لاختك عفاف. اختك ضلع قاصر وما لها غيرنا. شوي شوي عليها بالمسايره بتاخذ منها اللي بدك اياه. انت ما عليك جواد، ما عليك. أخي خلينا ننام هون الليلة وبكره منروح، أختك ما بتخبي علي شيء. لما بيجي جابر بتقولي له إنه أنا عند المختار الفتحي. حاضر ابن عمي، تقبرني؟ شو عم لك على الغداء؟ شو ما بكون عملوا، كله نعمة الله، سلام عليكم. الله معك، الله يحرسك. شو يا خالد؟ مشان تغسلي أواعي إخواتك، نحن مانا مجبورين فيهم. إيه، هلا بغسل. إيه تقبريني؟ انت اغسلي اواعي جواد وانا بساعدك وبغسل اواعي جابر. لا ام قاعود ريحي حالك انت، هدول اخواتي وانا مجبوره فيهم. يلا تفضل جابر تفضل. انا غريب
انا ما في غير انا وجواد من اخي. ايه تفضل. يلا يلا. يلا تقبريني. اعطيني اواعي جاكي اغسله. لا مرت اخي كتر خيرك، عفاف تغسله. لا تقبرني، اخطي، خليني ساعدك فيه. ماشي مثل ما بدي. شهر من زمان من ايام المرحوم جوزك. انتي انت شو عم تحكي؟ شفتي؟ شفتي كيف جواد افندي شحط العفاف وفاتوا على الغرفة؟ ابصر ابصر شو عم يحكوا. إيه لكان طول عمره بيدافع عنها وبيخاف عليها. ليكون كانت تعطيه مصاري على دور جوزها. اي بعت له حمومة تسلق عظام وسلق. هلأ بيروحوا بيشاوروا أبو دياب قبل ما يعملوا معها شي. بس جابر ما رح يمر إلها إياها على خير. بكرة شوفي شو رح ساوي. دخيل عينه بفش القلب. هلأ تنية أنت روح لعنده، إذا شفت أنه ما في شي بينه وبينه سلم لي عليه. قول له خليه يشرفنا يوم الخميس لحتى نكتب الكتاب، وخليه يجيب معه الشيخ والمختار أبو وضاح وشي واحد من كبارية حارته حتى يشهدوا على كتب الكتاب. ماشي أخي ماشي. أنت إمتى بتحب أنا أروح لعنده؟ هلأ أروح، بدنا نخلص من هالعيبة لسه. قالوا إيه؟ تأمر عجيب تأمر. يلا أودعناكو. مع السلامة. إيه جواد الله يرضى عليك. روح على الباكر، يمكن اليوم أبو جاسم الحوراني يجي ويجيب معه الخواريف. تأمر عجيب. السلام عليكم. ايه الله يرحمه ويحسن اليه. ليك عبود اليوم ورايح وتضل عندي بالخام، مفهوم؟ يلا يلا عبود. لك شو عم تسوي؟ تحلى لي كمان. تعال. السلام عليكم عقيد. تفضل. اول شيء تحلاي شو هاي؟ عقيد اجاني غلام. ايه ان شاء الله الف مبروك، ان شاء الله بيربى بعزك ودلالك. شو سميته؟ صياح. يعني من هلا ورايح انا صرت ابو صياح، ما عاد نصري. ان شاء الله ما يبلع ابو صياح. الله يسلمك. تفضل عقيد تفضل كمان من هدول. طيب هات سلمهم يا رب. يلا السلام عليكم. لحظة سلامة خيرك عقيد. والله ما في داعي. ايه هدول للغلام ولك. يلا كيس لك من هي كمان عقيد. يلا يلا اهلين هي عمي شايف. تفضل تحلاي. تفضل خير ان شاء الله. اجاني غلام ان شاء الله. سميته صياح، صرت هلا رايح انا ابو صياح، ما عاد نصري. تكرم عينك. سلام عليكم. السلام. ابو نوري. عليم عليم جابر. عليم بالعقيد شاهي. شرف شرف. يلا يلا. عليم بالمعلم جابر. شرف ارتاح. خير؟ شايفك مو على بعضك. بدي اسألك سؤال عقيد. مور. عقيد انت ليه بدك تتجوز اختي؟ المرحوم ابو ادهم واختي عفاف كانوا مفكرين انك انت يلي. ايه نعم. وأنا الله يسامحني ويغفر لي كنت شاكك بهالمسكينة هالحرة الشريفة، ولما ضربني أبو أدهم بالشبرية فكرت إنه زعلان مني كرمال حرمته. داري الجمال بنية والجمال بنية، وما بينت الحقيقة لحتى انقتل هالواطي تحسين. طول عمرك كبير يا أبو فهد وراح تضل كبير. أنت القعدة معك مكسب وفخر، ومصاهرتك بترفع الراس قدام الناس. نحن من بعدكم شاهير. نحن عطيناك إذا الله عطاك على سنة الله ورسوله. مبروك عليك عفاف. الله يبارك فيك يا معلم جابير، هذا شرف كبير. ومن شان هيك من بعد أمرك يوم الخميس بتشرف لعنا أنت والشيخ والمختار والكبارية مشان نقرأ الفاتحة ونكتب الكتاب. نتشرف. يا الله أنا تأخرت على جواد، بالإذن منك عقيد. إذنك معك. على رأسي. السلام عليكم. عليكم السلام. بدك شي؟ علي معلم جابير. يا رب. يا الله يا الله. اهلين تقبرني. اهلا وسهلا. طول غدا شي؟ لا تقبرني بكه وبيخلص. يلا ساعدني شوي. لك تعالي انزلي. لك شو بدي؟ فوتي فوتي شوفي
لي شو صار بينه وبين اخواته قصة عفاف خانم. يلا لك مالك شايفتي جاي وحاطت العقدة بين عيونه؟ ايه شو يعني رح ياكلك؟ فوتي. لك والله خايفة. تقبريني لا تخافي، انتي بالاول حاكي كلمتين حلوين وبعدين من كلمة لكلمة بيحكي لك كل شيء. يلا فوتي. لك خايفة. قولي. يلا طولي بالك.